هذا قراري الأخير، أني مالي عيشة بهذا البلد. الحيوان بالخارج يحترمونه أكثر من عندنا. اليمتى أبقى هيك لا شغل ولا شي، بطال عطال مقابلك. وليدي الإنسان بلاي وطن ما يسوى شي. وهو وين الوطن؟ أشو فرغوه من إجيونا لليوم، طاحوا بي مهروش وطاح بكروش، فرهدوت فرهد. ولا يهمك وليدي، هم يجي يوم ويريحون، لو دامت لك ما وصلت لغيرك. يعني شلون؟ هم انتظر 30 سنة؟ شنو عمر تفقى؟ أشو كل سنة يطلعون لنا شغلة جديدة، مرة إرهاب مرة داعش، والله اللي يعلم هالسنة شنو راح يطلعون. بس ظل لا تروح فدوة، ولا تروح، لا تضيع روحك بالغربة. هو أنا عايش غريب؟ حجية أنت راضية بالوضع؟ الصدق الصدق ما راضية، بس شو أسوي؟ مكان ما نعيش بيه نعوفه. أنا قررت أطلع تركيا ومن هناك أشوف لي ديرة. وديرتك المدى تظل الحرامية؟ ولك خلي عقلك براسك، هم يريدون يفرغون البلد من ناسه حتى يصفالهم الجو ويبقون بس هم واللوقية اللي وياهم. والله حجية أنا ما باك شبدي إلا اللوقية، ذول اللي صفقون على المامش، والله طيحوا حظنا ورجعونا قري للالة والفانوس. وشلون راح تعيش هناك بالغربة؟ لا حجية هناك حتى تشلي بلا راتب، عذولا ما عدهم نفوط، بس احنا اهل النفط قعدونا على الحديدة، وذولاك ما يدقون ركعة بكل وقت، بس ما يكذبون ولا يبوقون. بس هم يجي يوم وينعدل الميزان. هذا يا ميزان حجية، ليش اكو ميزان عدل؟ هنا الواحد ياكل بثاني، قصصهم مكوينها ببتيتاية ويحلف لك بألف نبي وهو يبوقك، بعد شو تريدين؟ وشلون تريدين ينعدل الميزان؟ ما راح اصير عاثورة بدربك، سوي اللي انت تريده، بس اقول الله يطيح حظ اللوقية وكل محاصصة، حكومة محاصصة.